عندي قرنبيط مسلوق، وعندي كمان بطاطس مبشوره وبيضتين وملح وفلفل وفلفل مفروم، وعندي نص كوبايه من الدقيق وكوبايه لبن وخضره مشكله، بقدونس، شبت، كزبره، حاجه منهم بس مفيش مشكله. وعندي معلقه صغيره من البيكنج باودر وملح وفلفل اسود وكمون وشطه وبابريكا وبصل وثوم باودر وكركم، وحطوا اي بهارات انتوا حابينها. يعني دي البهارات اللي انا حطيتها، ممكن تحطوا شويه كاري لو حابين، يعني براحتكم خالص. ممكن تحطوا شويه مرقه، المرقه الباودر دي برضو ممكن تقدروا تحطوا شويه بهار فراخ عادي خالص، اي بهار انتوا بتحبوا طعمه تقدروا ان انتوا تعملوا كده. تعالوا بقى ايه اول حاجه عندي في الكبه، عايزه ابدا ان انا افرم القرنبيط بتاعي. حابين تهرسوه اهرسوه، ما فيش مشكله، انا هديله ضربه كده في الكبه عشان ابدا ان انا افرمه ناعم اهو بالشكل ده كده، دول تمام قوي. حابين بقى تهرسوه بالهراسه بالشوكه ما فيش مشكله خالص. تقليبها كده وايه، واقوم ضربها ضربه كمان عشان يتفرم معايا كله. انا عايزاه هنا مفروم، مش عايزاه حتت اهو، وهفرم لحد ما يتفرم كله. تقليبه والفه لفه كمان لحد ما اتاكد ان كله كده معايا اتفرم وما فيهوش اي حتت كبيره اهو. كده تمام قوي. تعالوا بقى هجيب بوله كده وهبدا اعمل الخلطه بتاعتي. هحط البيضتين اهو، وهحط عليهم كمان اللبن. تعالوا بس نديها ربه كده بالشوكه او بالوسخ. البيضتين اللي معايا هبدا كده ايه اربهم بالشكل ده، وهبدا احط عليهم لبن اهو. انا مش هحط، هسيب شويه اللبن اللي معايا دول عشان لو الدقيق يعني الكميه تمام مش هزود تاني اهو. تمام، وهبدا احط عليهم النص كوبايه الدقيق اهو، نص كوبايه دقيق كده بالشكل ده كده. ممكن لو عايزين تعملوه صيامي اعملوا دقيق بميه ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه، هيبقى حلو جدا معاكم برضه. ممكن تعملوه زي العجه، يعني تعملوه بدقيق وميه ونفس البهارات دي وتعملوه زي العجه، فتقدروا برضه تعملوها كده يدخل الفرن يعني اهو. بصوا هقلب كل الكلام ده كده مع بعض، وهبدا بقى احط البهارات بتاعتي. احط الثوم الباودر، البصل الباودر، هحط الكركم، هحط البابريكا وشويه الشطه، سنه الشطه وكمون، وعندي البيكنج باودر، وهحط كمان الملح والفلفل. الملح هملح بقى المقدار كله، فهحط معلقتين كده صغيرين من الملح وهحط فلفل اسود. انا كده بهرت الخلطه السايله دي معايا، انا سايبه شويه لبن لو احتاجتهم هزودها، لو لقيتها تقلت زياده على اللزوم هزودها. انا محتاجه بصوا ازودها شويه اهي. هبدا كده ايه اقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اخلط كل البهارات مع البيض مع الدقيق مع اللبن كله كده مع بعض. هبدا كده احط الخضره، شويه خضره مشكله، بقدونس على كزبره على شبت كده. ايه صباح الفل، الو ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ ايه كله جميل؟ كله جميل. انا دايما مشكورة جدا حبيبتي على الوصفات الجميله بتاعتك. الله يخليك، بتعملها لنا كل يوم. تسلمي يا حبيبه قلبي، والله تسلميلي، تسلميلي حبيبتي. تسلمي ايديك يا استاذ. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي والله، شكرا ليكي، تسلمي. عايزه طريقه البلح الشام. بلح الشام، حاضر، عينيا حبيبتي، حاضر.
شكرا قوي على الطبقات الحلوه اللي انت بتعملها لنا كل يوم. الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي، تسلمي لي حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا عندي بقى بطاطس، البطاطس المبشوره انا حطها في ميه طبعا عشان ما تسودش. هبدا بقى ايه، اجيبها كده واعصرها كويس جدا في مصفى، في ايدي، باي حاجه اهو كده، وابدا ان انا احطها فوق الخليط اللي احنا حاطينه. نيه طبعا كده مبشوره نيه. بصوا دي بطاطسايه كبيره كده، مش محتاجه اكتر من كده، على حسب طبعا الكميه في الاخر اللي انتوا هتعملوها. انا عامله مثلا دي حوالي نص قرنبيطه مثلا، براحتكم بقى اعملوا الكميات اللي انتوا عايزينها. هشيل بقى الويسك كده وهبدا اقلب بسباتولا او حاجه عشان نعرف نقلب كويس اهو. نشيل بقى كل الحاجات كده اللي جنبنا عشان ننظف الدنيا ونشتغل على نظافه كده اهو. بصوا انا عندي الخليط ده، حطيت بيضتين، حطيت نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، او حطيت حوالي كوبايه الا ربع يعني ما كملتش الكوبايه، وحطيت عليهم ملح وفلفل وكركم وبهارات ممكن مشكله، وثوم وبصل باودر، وشويه شطه وبابريكا، وشويه كركم. تمام اهو كده هقلب كل الكلام ده كده على بعض، وحطيت خضره مشكله والبطاطس المبشوره. هاجي بقى عند القرنبيط اللي احنا فرمناه، وهبدا بقى انزل القرنبيط بتاعي اهو. بصوا الشكل ده انا فرمته ازاي اهو، بالشكل ده كده فرمته خالص في الكبه، نعمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابين تعملوه اكشن شويه بالشوكه ممكن تعملوا كده. وهبدا بقى اقلب كل الكلام ده. بصوا بقى التتبيله مع البهارات مع الكلام ده كله، مش قادره اقول لكم حلوه ازاي اهو. بصوا كل ده هيتقلب، هحط بق اللبن ده، انا حطاه بس بالتدريج عشان مش عايزه الخلطه تبقى سايله زياده على اللزوم. خلي بالكم بقى البيض مع الكلام ده كله هيمسك جدا الراس بتاعتنا، ده اللي هيبقى الرابط بتاعي. لو عاملين كميه طبعا اكبر زودوا كميه البيض على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. تعالوا بقى ايه كده، انا عندي الخليط جاهز وعندي كمان الزيت على النار. تعالوا بقى نبدا ان احنا نقلي. هجيب عندي معلقه كده كبيره ومعلقه صغيره. طب مزياد ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك على اكلك. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. انا عايزه اسالك بس عن طريقه العمل البادج. البادج؟ ايوه. حاضر، عيني حبيبتي، حاضر. عملناه قبل كده مع بعض وهقول لك طريقته. حاضر، تسلمي. صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي. تسلمي حبيبي، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي. بصوا المعلقه الكبيره كده هاخد منها شويه من المقدار، ومعايا معلقه صغيره هنزل بيها. بصوا اهي الزيت سخن بالشكل ده، تاني اهو هاخد كده جزء كده وابدا كده. لو لقيتها عايزاه بطاطا شويه بعمل كده، وما بقلبهاش بقى خالص غير لما بلاقي ان هي يعني من تحت تمام اهو الشكل ده، وبنزل كده بيها حته واحده وممكن ابططها شويه. زيت سخن، تحكموا بقى في حجم القرصه نفسها براحتكم خالص اهي. تمام، تعالوا بقى اوريكم مثلا اول واحده حطيناها. بصوا شايفين اهي، بصوا بتحمر ازاي. هحمرها بقى كويس كده من ناحيتين. بصوا ما بقلبش غير لما بتاكد ان هي احمرت اهي، بقوم اقلبها الناحيه التانية. طريقه سهله وبسيطه وبتاخدش وقت خالص خالص على النار، يعني مفيش 3 4 دقايق هتبقوا مخلصين الكميه كلها اهو كده. نبدا كده ايه، نطلع مع بعض القرنبيط. قرنبيط طبعا كان مسلوق فالموضوع ما بياخدش يعني الوقت الفظيع، مش محتاجين نسوي حاجة، والبيض على طول أول ما بينزل، والبطاطس مبشورة يعني بشر مش بتاخد وقت في السوى أهو.
اصفيها خالص من اي سوائل فيها او اي زيوت فيها ولا ايه، وابدا ان انا احطها اطلعها كده اهو. بصوا اطلعها كويس جدا من اي زيت وابدا ان انا احطها بالشكل ده. تاخدش وقت خالص، بتتقلي في السريع ما بين كل قلية والتانية. هحاول اشيل ايه الحاجات الشوائب اللي بتقع من الارنبيط في الزيت اهو. تاخدش وقت نهائي، هجيب كده مصفى اشيل كل الحاجات كده اللي ايه الزيادة اهو عشان ما يتحرقوش معايا.